ذكروا أن امرأة مرت في التاريخ، ذكروا أن امرأة مرت برجال جالسين، فقالت لي إليكم حاجة. قالوا ما هي؟ قالت أنا امرأة غاب زوجي عني منذ 10 سنين، ويغلب على ظني أنه مات، وأخطب من الرجال، وإذا ذهبت عند القاضي ليعقد لي قال لي لا حتى يعود زوجك. وزوجي مات، يعني أكيد مات، ما تدري، لكن غايب من 10 سنين، فالآن أنا معطلة والقاضي ما يفهم، فأريد منكم رجلا يقوم معي إلى القاضي ويقول يا قاضي أنا زوجها وتراها طالق، يطلعني بس من هالمشكلة عشانها القاضي. فتركه وكل واحد يقول لا أنا ما لي علاقة، لا تورطينا. قالت من يقوم معي وله 500 درهم، يلا يسوي لها الخدمة. وقام واحد منهم ومشى معها حتى دخل على القاضي، فقال القاضي أنت جي بزوج؟ قالت أبد، أتيت بزوج، الحمد لله بشرك ردها الله. قال أنت زوجها؟ قال نعم. قال تقر أنك زوجها؟ قال نعم أقر أني زوجها. قال وينك من 10 سنين؟ قال والله صار عندي ظروف وسافرت وكذا، وتعرف ظروف الحياة، وأنا غلطت شوي وأهملتها وكذا، بس الحين أنا الآن بين يديك. فقال طيب الآن وش المطلوب؟ قال أبغاك تشهد أيها القاضي أني طلقتها، تراك طالق طالق طالق. قال القاضي خلاص ابشري، أنت الآن مطلقة. طلعت المرأة 500 درهم من شدة الفرح وعطته إياه. خذها الرجال جاب يمشي، تعلقت فيه، قالت لحظة ما خلصنا. قال ماذا تريدين؟ قالت يا أيها القاضي زوجي هذا تركني 10 سنوات من غير نفقة، أريده يعطيني نفقة 10 سنين. قال كم تقدرين نفقة السنة؟ قالت نفقة السنة الواحدة 1000 درهم. قال القاضي حكمت عليك، تعطيها 10000 درهم. يقولون فألزمه القاضي وسجنه حتى دفع 10000 درهم، لأنه ما يقدر يقول هونت ماني بزوجها، هو يقيم عليه عاد أعظم وأعظم شهادة الزور. ولا فالإنسان أيضا يحذر عندما يقضي بين الناس أن يكون متأكدا من صدق ما يقولون.